اتفضل. فرح بتقول لي انت بتتمنى ايه في السنة الجديدة؟ اللي في مكاني ده ما يتمناش غير كل خير لبلده، عشان يقدر يلبي لهم ويحقق لهم كل اللي هم نفسهم فيه. فأنا إن كان علينا على المستوى الشخصي يعني ما بقاش ليا حاجة شخصية الحقيقة، بقى كل هم إن أنا يا ربنا يعني ويوفقني واللهم أمين يا رب ويكرمني وحس إن أنا أقدر يعني أيسر لكم شوية الحاجة. فادعي لنا فرح. حاضر من فضلك يعني. الله يا حاضر.